السلام عليكم، معكم العداء أحمد، العداء السابقة أحمد وليلى. كنت مع المنتخب الوطني المغربي سابقا، وكنت من بعد مع المنتخب الفرنسي، حاصل على بطولة أوروبا في زوريخ اون 2014، وحاصل على بطلة فرنسا اون 2014. وجيت اليوم باش نحيي الفريق الوطني ونكون معاه بالقلب، واخا رانا ما كنتفرجوش دابا مباشرة في المباراة اللي تكون عندهم، ولكن قلوبنا معهم وكنتمناو لهم التوفيق في هذه المباراة اللي غادي تكون ان شاء الله تكون لصالح الفريق الوطني. الحمد لله الفريق مكتمل، تشكيلة كي مكتملة، وكذلك مدرب اللي هو مدرب رائع وطني كذلك، وهذا شيء كيشرف. الأول مرة في الحقيقة كنفتخروا بأنه التشكيلة اللي غتمشي تشكيلة وطنية ومغربية 100%، وإن شاء الله ما علينا إلا الدعاء معهم وقلوبنا معهم، وإن شاء الله غادي نشوفوا المباراة ديالهم من الأول حتى الأخير، وإن شاء الله غادي يكون الفوز بإذن الله. شحال تقريبا باش داير بعد المنتخب الوطني المغربي في هذا؟ جوج واحد. وتبارك الله كاع المبادرات اللي دوز قبل كان في المستوى ما شاء الله، وحتى كذلك الحضور تبارك الله كان قوي، وإن دل على شيء هذا كيدل على أنه تبارك الله يعني الفريق الوطني عنده واحد الجمهور، وأنه راضي على النتائج اللي راه غادي عليها حاليا اللعابة ديال البلاد ما شاء الله عليهم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.